اللي بغاو يدخلوا معنا في التيك توك كيوتشولا وصفات ملكة، او لا انستغرام كيوتشولا وصفات ملكة. في التيك توك غادي نولي ندير لكم فيها اللايفات، عندكم اي تساؤلات ولا اي حاجة بغيتوا تعرفوها تدخلوا عندي في التيك توك ولا في انستغرام، ان شاء الله كنجاوب لكل شيء. السلام عليكم الحبابي العزاز، كدرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد، موضوع جديد، القانون الجديد ان شاء الله اللي غادي يتفتح كيما شفتوا في العنوان. واخيرا ايطاليا غادي يفتحوا القانون الجديد وغادي يدخلوا كيما شفتوا في العنوان 350 الف مهاجر، 350,000 لابوراتوري اللي غادي ندخلوهم ان شاء الله. هذا الشيء اللي كنقول لكم بالدليل، ماشي جبدتو من راسي. غنشارك معكم الدليل وغنشارك معكم كيفاش غتلقاو العقد العمل بلا ما ينصبوا عليكم. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش نشرح لكم كل شيء. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وتبارطاجيو مع اصدقاء ومع الحباب. بغيتو تدخلوا معنا في التيك توك، دائما ملي كيكون الجديد كنحط لكم في التيك توك هي الاولى، وكنحط لكم في انستغرام في الستوري باش تعرفوا الجديد اللي كاين. من بعد كندير الفيديو كنحطوه لكم في القناه والتيك توك. الا بغيتوا تدخلوا معنا في التيك توك ولا في انستغرام كيوتشولا وصفات ملكه، ديما كنحط لكم الستوري الاول ملي كيكون شي جديد، كنحطهم لكم في التيك توك وفي انستغرام. وغادي نولي ان شاء الله ندير معكم اللايفات في التيك توك. انا تبارك الله فيها 51 الف المتتبع، اللهم بارك وزيد في ذلك. دابا غنبدا معكم الموضوع ديالنا ديال ديكريتو فلوسي اللي غادي ان شاء الله يخرج ان شاء الله هاد الايامات. طاليان محتاجه 350 الف مهاجر اللي غادي ندخلوهم ان شاء الله. شنو اللي غيكونوا هاد المهاجرين المؤهلات اللي خاصهم يكونوا عندهم باش ان شاء الله يستفدوا في هاد القانون. فينيتو دال طلب الجوفيرنو ايطاليانو، طلبوا ليهم اول مره، طلبوا ليهم باش يدخلوا ليهم 350 الف مهاجر محتاجينهم في الريستورانتي اوتيل البرغيري، حيت لهاد الخدايم الطاليان ما كيبغيوهمش، حيت فيهم بزاف تمارة وفيهم كيخدموا يعني 14 ساعه 12 ساعه في النهار. ان دابا مع الصيف البرغيري بحال الاوتيلات اللي كيكونوا حدا البحر، اللي كيكونوا في الكامبانيا، اللي كيكونوا في الجبوله، كيمشيو ليهم الناس وكتكون الخدمه على الجهد. كويندي فينيتو طالب الجوفيرنو ايطاليانو باش يدخلوا ليهم هاد العدد كبير ديال المهاجرين، هما حسبوا العدد اللي خاصينهم ديال المهاجرين. واش غادي يقبلوا ليهم واش ما غيقبلوش الله اعلم. فاش غادي يقبلوا طلب الجوفيرنو، ملي غيقبل الطلب ديال فينيتو غادي يعلنوا على القانون في لاغازيتا اوفيتشال. وفين خرج هذا الشيء اللي كنقول لكم؟ فينيتو بروفينشا بادوفا فيرونا فينيسيا تريفيزو روفيغو هما اللي طالبين هاد العدد كبير. انهما قالوا داك العدد اللي كيدخلوا طاليان في ديكريتو فلوسي قليل بزاف. كويندي هما محتاجين الخدامه. الى الغوفيرنو ديال طاليان وافق على هاد العدد اللي طالب ليهم فينيتو، ان شاء الله غادي يفتحوا القانون وغادي يدخلوا هاد المهاجرين اللي غادي يخدموا كما قلت لكم في الريستوراسيون البرغيري اوتيلات، حيث الطاليان ما كيبغيوش ليهم هاد الخدمه حيت فيها تمره وفيها الجرى. فين لقيت هذا المصدر؟ هذا في الجريده ديال كورييري ديال سيرا، خرجته نهار 12 ماجو في الشهر 5 نهار 12 في الشهر 5 نهار الخميس اللي حطات هذا المصدر هذا. الى الوزاره علنوا على هذا القانون ان شاء الله غادي يعلنوا عليه في لاغازيتا اوفيتشالي.
من بعد انتما غتقلبوا على العقود العمل. كيفاش غتقلبوا على العقود العمل؟ كتطلبوا شي سمسار ولا شي باترون ولا السيتو، هذاك السيتو ديال العقود العمل ولا السيتو سوبيتو اللي ديجا شاركت معكم، كيفاش غادي تسجلوا به وتواصلوا مع الباترون نيشان منكم ليه بلا حتى شي واحد يردوا بالكم ان ملي القانون كيخرج كيخرجوا الناس اللي كيبغيو ينصبوا على عباد الله، ما عندهم حتى علاقه لا مع السمساره لا مع الباترونات لا مع حتى شي واحد، كيقول لكم عطوني 100,000 ريال ولا 20,000 ريال ولا حتى 40,000 ريال اللي عطيتوهم ليه، هو غيستافد ان غياخذ منك 40 ياخذ من هذا 40 ياخذ من هذا 40 ياخذ من هذا 40، صافي كيولي لاباس عليه وانتم كتبقاو على الدص كياكلوا لكم رزق ديالكم كتبقاو على الدص. من الاحسن تردوا بالكم تسولوا على داك السمسار واش معقول ولا لا، كما كنقول لكم دائما الا شي سمسار عطيتو له العربون ولا عطيتو له شي حاجه خاص يعطيكم لاكارت ديالو ولا لاكارت ناسيونالي ديالو ولاكارت ديال الباترون اللي غيدفع لكم والكود ديال الشي فيسكال ديالو، حتى الا وقعت شي حاجه غادي تعرفوا فين غادي تمشيو. الا كان هذاك الباترون ولا هذاك السمسار ماشي نصاب غيعطيكم لاكارت ديالو بعينيه مغمضين، وحتى لا ريت شي بوطه باش دفع لكم غادي تكون عندكم حتى هي. وهذا الشيء اللي كاين ان شاء الله دابا غنشارك معكم هذاك المصدر اللي اللي جا فيه مكتوب هذا الشيء كله اللي ذكرت لكم باش ان شاء الله كل شيء يستافد، باش ما يدخلوش الناس وكيقولوا لي راك غير كتكذب، راه هذا الشيء ماشي كذوب راه بصح. وبالتوفيق للجميع والله يسهل على الجميع. خليكم معايا ها انتما هذا هو المصدر فين قريت هذا الشيء، هذا ايطاليا غادي نفتحوا ديكريتو فلوسي ريجوني فينيتون، طالبين ليهم يدخلوا 350,000 مهاجر. غادي نحط لكم الرابط في صندوق الوصف وغادي تدخلوا غادي تقراو ولا تسيفطوه لشي حد اللي كتثقوا فيه يقراه لكم غيقول لكم نفس الهضره اللي قلتها لكم. بالتوفيق للجميع والله يسهل على الجميع. بارطاجيو الفيديو مع الناس مع الحباب اللي كتهمهم الهجره. الى اللقاء.